السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake بس مع المود العشوائي. قبل لا نبدأ تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي ونقول بسم الله ونشوف العدة تبعنا. اوكي رشاش وشاتجون، خلينا نضبط مكانهم بس كده. ممتاز، كان يقول بسم الله. او puedes ahí está no me jodas اوكي ممتاز ممتاز، هذا الرشاش بيكون ممتاز. عدو طبيعي. اوف غبائي، تقريبا قربت اني اقتل نفسي. كان عنده داينامايت. اوكي حجيه. تكفين مطابخ. اوكي انتبه 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 انتبه. نايس ما ماتت. اوكي يعني في هالران احتمال ان نعتمد على الشات جان ونجدد الشات جان. او الايم عندي مره وما عندي علاج، بغى يقتلني في ضربة واحدة. نايس الشوت جان مرة ممتاز. اوكي الله يعيننا. هذا شو اسمه ابو الرش، ابو المنشار الابيض. عندنا سوري باك ستاب. اوكي مات مات. اوكي نايس. اوه هذه بداية مو كويسة، مع ان اسلحتنا كويسة يعني، بس البداية مو كويسة. اعطوني بندقية مرة ثانية. مشكلة ما اقدر اشتري شو اسمه قناص، مو متوفر. في اثنين يا حبيبي. نايس. اوه ما مات هذا. والله فكرت مات. هذا الريجنريتر. والله ما عندي نقتله. اهرب 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 يا ليان اهرب. ما اعرف اقتله بدون قناص انا. اوه
ودي اضرب انا بالسكين. اوه ليون ليون ليون. ايوه ضرب بعض. اهرب ليون اهرب. انا ناسي ان ما عندي علاج. تعالج. اوه انا محاصر محاصر. ايوه خلينا نستخدمهم عشان يقتلوا الاعداء. ثلاثة. اتوقع لو ضلينا هنا. اوه ابو المنشار. يا ابو المنشار لو ظلينا هنا يمكن ننجو من القرية بسرعة. هولي شيت توش دخلت داخل. تعالج. اوه هذا دخلته هنا كانت سيئة. دقيقة بس نستخدم هذا. اوكي نايس. حظنا كان كويس زين اني دخلت هالقوخ هذا. اللي جرادور او ابو المخالب سدوا الطريق على الباقي. اسهل قريه مرت علي والله صراحه. فكره يعني ادخل هالكوخ وفي بعض الاعداء مو مصنوعين عشان يكونوا في هالمنطقه فما يمديهم يدخلوا. نايس والله. اوه يا حبيبي نحتاج نقتله قبل يجي الباقي. في اثنين وجنريتر. اثنين ابو منشار. شيت. انا ما اعرف عليهم. دقيقة. خليهم يلحقوني لهذا المكان. هل مداهم يدخلوا؟ اهرب دقيقة. Hello there. اوف مات. اوكي ابو المنشار شكلهم ما عندهم صحة كثيرة.
المشكلة من الريجنريتور. اوكي صحتي صحتي صحتي. نايس. اوكي. نايس. يا رادور حبيبي. هلا نروح من الجهة. تعال. نايس مات. نايس مات مات. حين هالاثنين دول احتمال كبير انه ما اقدر اقتلهم. اوكي عندي فكرة عندي فكرة. او ماي جاد سريع سريع. نايس قتلنا واحد قتلنا واحد. لا والله هذا ايرون ميدن صار. اوكي على الاقل هذا مات هذا مات باقي الايرون ميدن. ما عندنا له الحل. اوكي مات مات مات. نايس. بوي بوي او بوي. الى الكوخ اللي موجود فيه لويس. صباح الخير. ما مات. اوه يا حبيبي انا ميت ميت انا ميت. Oh my god, you got it, hello. Present for you. كان نحتاج نهرب نحتاج نهرب.
اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد ما اقدر والله هروب هروب اميت مت كيف ضربني؟ Body armor's not looking great. اوكي الحمد لله على الاقل دخلنا. معنا ودي ارجع بس والله ما بمديني. لا مو كل اللي عندي بيخلص وما بقدر اقلبهم كلهم. بسم الله ان شاء الله عدو مو صعب هنا. Nice. يعني نحتاج نسوي ابجريد ل لسعة الشاتجن. الشاتجن دامجه مرة ممتاز بس الامو فيه شوي فلازم نركز على هالشيء. وقوة الشاتجن ما شاء الله. فانا احتمال اني ابيع الرشاش واشتري الرشاش الثاني. في رشاش ثاني احتمال اني اشتريه ونشوف ان شاء الله يكون اقوى من الرشاش الثاني. كده خلصنا الشابتر الاول من اللعبة. اوكي العلاج عندنا ممتاز مرة. الحين نشوف وش اللي ينتظرنا هنا. نقول بسم الله. يقربي يقربي يقربي. ما اتوقع لو اطلق على هذا بعد بخليها تتحرك عشان نجي حقي واقتلها هنا. او ما نقدر نجي. يلا نقول بسم الله. طبعا مكان هروبنا هنا. علاجين. نضل هنا ونحاول ان ما نخليهم يدخلوا. نايس. نايس. ايه لو ناخذ هذا.
اوكي. وين وين وين؟ اوكي. اوكي اوكي. هذا الحمد لله انه ما يقدروا ينزلوا. فعالق الاخ فوق. اتوقع ينزل كنز كويس بس يلا. وين الصوت؟ في واحد ثاني. الايتمات ما عندي مكان. عدم توفير الشنطة سيئة صراحة. بارود موارد عشب. اوكي اوكي. نرجع على مخبأنا بسرعة. روح 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 روح. يا حبيبي اركع فوق. لو سمحتي. نايس. اوكي ممتاز 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 ممتاز. قنبلة ثقيلة ثقيلة جميلة. اوكي وقت الصعود الى الاعلى. اوكي في كم ايتم مهم. ما يقدر يتحرك. اوكي الحمد لله انا ما اقدر اتحرك.
نايس. ممتاز. في واحد فك في واحد ثاني في واحد ثاني. سلامات. ايوه ايوه قرب انت. اهرب 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 اهرب. نايس. اوه شوف التجمع اللي فوق. جاردور وفي الجنريتور. اخ افتح الباب احتياطا بسرعة. المشكلة في اعداء يجوا من هنا بقى. نايس. كان في الخنزير تحت. وين هذا يطلق؟ وين راح؟ انا اقدر اهرب بس خلينا نقتله. نايس. اوكي انا موارد كبيرة. اوكي خلاص خلاص الحين let's get the fuck out of here. اوه كمية ممتازة من من البارود. كمان هنا خلينا ناخذ الهرب هذا وتعالي نهرب. اوكي صراحة كنت انا بنهي الفيديو بعد هالمكان بس خلينا ننهي بعد نهاية الشابتر قربت. واتوقع ممتاز ان نلعب ونخلص شابترين في كل فيديو. واذا حسيت ان الافضل اني اسوي بث ان شاء الله بابث بكمل تختيم المود العشوائي في بث ان شاء الله. اثنين من الشينسو والبيضان.
اوكي ممكن اضلنا هنا يقتلوا بعض. كان جت العيد دخلت داخل هنا. نايس. نروح الخنزير. بوم. نايس. تعال هنا بس. هنا بس. ايوه. اوف. وصل الفخ. مفروض في أعداء يجوا من وراي. يلا قدمنا هنا. اشتغل رشاش. أوب. أنا قلت تقتل نفسها بنفسها. نايس. صباح الخير. بسم الله. حمار خلعني. ما عندنا شي مساحة. مفتاح عليه إشارة. نايس. اوكي. هذا عدو متجمد. اوه نايس. ذخيرة بندقية. اوكي وصلنا الى الكنيسة وان شاء الله في الحلقة الجاية بحدد طبعا احتمال اني اسجلها وانزلها كفيديو او ابث واكمل اللعبة في بث مباشر. عموما اتمنى ان الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجايه. مع السلامه.